خمس سنوات كان عمر لطيف عزيزي عندما سقطت حركة طالبان عام 2001. تربت في ظل حكومة قالت بأن حقوق المرأة على رأس أولوياتها، مع دعم من المجتمع الدولي الذي اتخذ موقفاً قوياً ضد معاملة طالبان للمرأة. ورغم ذلك فصلت لطيفة من مدرستها الثانوية بسبب اشتراكها في مسابقة غنائية في قناة تلفزيونية محلية. على بعد أمتار من مقر المسابقة التلفزيونية المرفوضة مجتمعياً يقع مقر جمعية المرأة الأفغانية، وتترأسها ناشطة أصيبت برصاصة في الركبة عندما حاولت إنقاذ زوجة تتعرض لعنف أسري، وتصر ندى على استكمال نشاطها الداعم لحقوق المرأة. المرأة العاملة تواجه تحديات في أفغانستان، وتبدأ بمواجهة أسرتها أولاً ثم مجتمع الجيران. المجتمع الدولي عامل على تحسين هذا الوضع، لكن الطريق لا يزال طويلاً أمامنا كي نجعل المناخ آمناً للمرأة لتحصل على حقوقها وحريتها في العمل. في أحياء الطبقة الوسطى ترزح المرأة تحت ضغوط مادية لتسحبها لطبقة الفقراء بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وكان العامل الاقتصادي هو الأهم في سماح بعض العائلات للنساء بالعمل بشرط أن تكون بيئة العمل نسائية. المرأة الأفغانية تعاني صعوبات في العمل والخروج من المنزل، فهذا تحدي للمجتمع، الناس لا يتركون لحالنا. يؤكد أساتذة علم الاجتماع الأفغان أن المجتمع الدولي كان انتقائياً عقب طالبان، فاهتم بحقوق المرأة أكثر من تطوير المجتمع ككل. طالبان تعود حالياً للواجهة السياسية بسبب قرب انسحاب القوات الدولية، وهو ما يؤرق أفغانيات تحدين القيود المجتمعية خلال العقد الماضي، فيحسبن أيامهن الباقية في عمل ينفقن منه على أسرهن.